يعني طبقت كل قوانين الشرع عليها من اللباس والتصرف وما إلى هنالك، هل تقبل بها رئيسة للجمهورية؟ لا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، نهى النبي عن ذلك. عندنا نصوص شرعية، ولا أقبل أن يكون نصرانياً رئيس لمصر. هل حضرتك بتطالب بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر؟ أطالب بتطبيق شرع الله عز وجل. الجزية، أنا أسأل عن الجزية، هل تطالب؟ لو علم النصارى معنى الجزية لطالبوا بتطبيقه. ما هو معنى الجزية؟ شرع الله كلية، لو طبق شرع الله عز وجل لكان أسعد الناس النصارى. تعلم. صح، ما هتعلم تعلم منك يا أخي. صح. فعلا إن حلق اللحية الذي أنت فيه من خوارم المروءة في الإسلام. أما طبعا هي المشكلة كلها في شوية الشعر. بقول اتق الله. صحيح. هذا كلام أجمع عليه الأئمة الأربعة. متأكد؟ أنتم لا علم لكم بالشريعة أصلا. ما أنت ما تعرفش من منزلك. أنتم تبحثون عن إسلام أمريكا وأوروبا. صح، في إسلام في أمريكا وأوروبا جنة فعلا. الإسلام اللي عاوزاه أمريكا وأوروبا. صح. إسلام منزوع الأنياب، منزوع الدم. إسلام يا حبيبي الانبطاح. أنا مش حبيبك. أمام الفكر الصهيو غربي والأنجلو تورات. أنا مش حبيبك يا أخي. اتق الله، بطل تدليس على الناس. أنا اللي بدلس. أنا بسأل أهو. أنا اللي بدلس. ده أنت ما قلتش حاجة حقي من ساعة ما بس عادة. والله لا تعرف الحق أصلا. أنت صوت في المسيح إن هو كافر أصلا. منين والله هو كافر بنص كتاب الله. مصر إسلامية إن شاء الله ولن يكون. أنا بكلمك عن كلام أهل العلم. مصر مسلمة. هي مسلمة غصب عنكم، ده أنتوا اللي هتضيعوا الإسلام منها. والله العظيم. اتق الله وتأدب وإلا سلقتك بحد لساني. هو أنت فاضي؟ وأنا أمسك نفسي قد رطاقت. أنت تقول نار في السل؟ لأنك تستحق هذا. وأنا ما عنديش لسان؟ لا تصمد أمامي. تحت الهوى أوريك السموم. تحت الهوى أوريك السموم. تحت الهوى. والله تأدب. تحت الهوى. والله ليه حذاء ألبس. لا 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 لا. والله العظيم أقسم بالله. أمسح بيك البلاط. ليه حذاء ألبس. أنت عيني اتدمرت للدرجة. والله ليه حذاء ألبس. هي دي أخلاقكم. هي دي أخلاقكم. ليه حذاء ألبس. أنا مبسوط إنك بتعمل كده قدام الناس. هي دي أخلاقكم. تأدب. هي دي أخلاق. أنا أعلمك الأدب وأعلم جماعتك كلها. بس برافو عليك إنك تمسك حذائك. أنا مبسوط جدا بيك. رجع. عشان دليلك راح. دليلك راح. سألني أجيب. رجع. سألني أجيبك. ما خلاص بقى. احنا اللي عايزينه خدناه منك. دكتور انا مبسوط جدا باللي انت ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولتي حقا. انت ضعت شيخ محمود. انت ضعت يا اخي. تادب. والله العظيم والله لن اسكت لك. والله انت ضعت. وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك. لحظه دكتور. هوريك نوع تاني من الهزيمه.